إذا أيه؟ أنتم تقولون خل تطلع أمريكا وتريدوا تجيبون احتلال آخر روسي، شنو الفرق؟ يعني أنتم ما تقدرون تعيشون بدون حاضنة خارجية وعمالة. هذه اللي يجب أن يفهمها الشعب العراقي. أيه؟ ليش هم الروس سووا في سوريا؟ سووا الروس في سوريا؟ أيه بس الروس شنو أصدقاء بالنسبة له؟ المن لا مو أصدقاء، لا 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 مو أصدقاء، لا هذه كذبة، هذه ولا يفكرون فيها هم. عجيب. هذه مجرد، نعم هذه مجرد، هذه توازنات فيما بينهم. بعض الفصائل مثل النجباء وغيرها تقربت إلى روسيا، وروسيا تعرف أنه إيدها تنقص منها. صدقني صار لسنتين بوتين حاير بأوكرانيا، ما خلى شيء متوسل، وصل به مرحلة الآن يستجدي عتاد من إيران، وهذا مو هذه الحقيقة وطائرات. فهذه المبالغة ماكو، بس بعض الفصائل قلت لك اللي الآن ليست على وفاق مع السوداني وهي سوف تطيح.